في النادي الأهلي هو عمل غير مسبوق، وبعتقد إن زي ما الأهلي عودنا دايما إنه دايما هو يبتدي والناس يبقوا وراه. وأنا شايف فكرة إن الجمعية العمومية تبقى هي اللي بتقرر لائحتها اللي هتمشي عليها، مش هي اللي بتقول أيوة ولأ لأ زي الباقي، لا هي بتقول لا النقطة دي مش عجباني عايز أصلحها، النقطة دي في صالحي، النقطة دي ضدي فأنا عايز أغيرها. أنا بشوفه شيء رائع بصراحة، ولهذا هو النادي الأهلي، ولهذا ده النادي الأهلي كده وهيفضل كده، وعشان كده دايما هو في منطقة وباقي الأندية مع احترامي الشديد ليها في منطقة تانية. وشايف إن الناس بصدر رحب جدا، مش عاملين لائحة عشان مجلس إدارة يحتمي وراها، لا عاملين لائحة عشان الجمعية العمومية تحتمي وراها. يعني أنا أفضل إن دي لائحة النادي الأهلي لأعضاء النادي الأهلي، وبالتالي أي اقتراحات أو توصيات بتطلع هتطلع للجنة، دي شغلتها. ففكرة إن أنا أقعد أقول دي مش عجباني ودي عجباني، أنا شايفها مش في صالح النادي. بشكل عام لائحة جيدة، عندما لا يخلو الأمر من بعض الملحوظات، وده السبب في طرحها أساسا يعني. وعرفت أنه تم تعديل بعض المواد بناء على اقتراحات الأعضاء والشخصيات اللي اتبعتت لها اللائحة، والعملية متواصلة إلى حين الوصول للصورة المثلى. يعني طبعا الكمال لله وحده، في حاجات ممكن بالممارسة العملية يتضح ان في حاجه لتعديلها حتى بعد ما نوصل للصوره اللي احنا شايفين انها نهائيه. في حاجات في بعض الممارسه ممكن تعديلها، واللائحه بتبين خطوات هذا التعديل يعني. ان شاء الله تطلع لائحه دستور قوي ومنضبط يليق بالنادي الاهلي. حول الملحوظات اللي انا شايفها يعني هطرحها ونستمع للاراء مختلفة ونتناقش فيها. ممكن تبقى في وجهات نظر تقنعني بعكس اللي أنا شايفه يعني، وممكن الموجودين يطرحوا أشياء أفضل، ولسه الوقت فيه متسع للتعديل يعني. ده واجب تجاه النادي العظيم اللي أنا بعشقه واللي أنا بحبه، واجبي واجب كل اللي حضروا وكل اللي مهتمين حتى من اللي ما حضروش، بان اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي ده دستور النادي الاهلي اللي هيمشي عليه لفتره طويله، فكلنا لازم نقول ارائنا، كلنا لازم نشارك بارائنا علشان نعمل دستور حقيقي يبقى نبراس لنا مؤسسات رياضيه اخرى، بما ان الام في الموضوع في مصر هي مؤسسة النادي الأهلي الرياضية الكبيرة، محتاجة تعديلات. وقلنا أرأنا بكل صراحة النهاردة وبكل حرية، ومجلس إدارة نظر لها بعين الاعتبار، وستعرض مرة أخرى على اللجنة المشكلة اللجنة المركزية لتأليف لأخذ اقتراحاتنا في الاعتبار وتعديل بعض المواد وإضافة بعض المواد، وده واضح جدا. في وبعدين هو مجلس إدارة هو اللي دعا يعني أعضاء جمعيته العمومية من الناس المهتمين بالنادي، الناس اللي بيحبوا النادي، كلهم قامات كبيرة طبعا يحترموا ولهم رأي وقالوا بمنتهى الوضوح بمنتهى الصراحة. أي شيء نعمله للأهلي شرف كبير جدا ويسعدنا، أبقى فرحان أو النسائم بأي شيء ولو بكلمة ولو برأي في سبيل المساعدة في تصور مستقبل الأهلي حفاظا على ماضيه العظيم. إن شاء الله مستقبله بعض دايما. في بعض أشياء أحب قلت رأيي طبعا في الاجتماع، الأحف المجمل العظيمة
إنما أنا بتكلم عن الفكرة نفسها، أن اللائحة تطرح لأعضاء الأهلي ولجماهير الأهلي وكل ناس تقول رأيها، ده شيء جميل. دي محاولة لإشراك الأهلي، والأهلي ده بأمانة وأكبر حزب في مصر. هذا الحزب لازم يكون ليه دور وليه رأي، ولازم ناخد رأيه في اعتبارنا في التخطيط للبلد كلها. فلابد أن كلنا نساهم في هذا، وده شيء جميل قوي. ده الأهلي، ده الأهلي، ما فيش حاجة بالسر، ما فيش حاجة مفاجآت قدام كل الناس. نحن نتميز بالشفافية. الحقيقة هو إحساس جميل جدا أن احنا كمواطن مصري، حتى بصرف النظر عن أن أنا عضو في النادي الأهلي وأن أنا أهلاوي من أسرة أهلاوية كلها، يعني إلا أني أنا لو كنت دعيت وأنا غير عضو في النادي الأهلي لمثل هذه المناسبة كنت أحضر، ولو دعيت في أي هيئة أو مؤسسة أخرى لمناقشة اللائحة الداخلية بتاعتها كنت هحضر، لأن ده شيء إيجابي جداً إن اللي هتطبق عليهم أي لائحة يكونوا مشاركين في وضعها. دي تجربة في منتهى الجمال، وأنا بشكر النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي عليها. هو حصلت مناقشات الحقيقة، ومناقشات مهمة جدا حوالين أكتر من بند، كان من ضمنها مثلا شرط 8 سنين لرئيس النادي. هل الكابتن الخطيب هو نفسه كان اقترح زي ما عرفنا ده في اللائحة أنه رئيس النادي ما ياخدش فرصة أكتر من 8 سنوات. البعض كان شايف انه ما نحطش، البعض كان موافق على اقتراح الخطيب، والبعض الاخر كان بيرى انه ما نحطش حد ونسيب الجمعيه العموميه هي اللي تقرر. ده من الحاجات اللي خدت مناقشه كبيره. ايضا احقيه مجلس الاداره في فرض تبرعات سواء داخل النادي أو خارج النادي من خلال جمعية عمومية لم تكتمل، حاولنا أو اقترحنا أن احنا نحط بند يحظر ده. أي تبرعات هيدفعها الأعضاء لازم تكون من خلال جمعية عمومية مكتملة. نقطة أخرى خاصة بفرع الشيخ زايد وأحقية أعضائه بالترشح وبالانتخاب، أيضا ناقشنا هذا الموضوع ووعدنا بأنه مجلس إدارة النادي هيبحث هذه المسألة وبعض التفاصيل الأخرى طبعا.